كنبغي نقول بان اليوم حنا كنحتفلوا بهذا العيد اللي من حقنا اننا نحتفلوا به، عيد فاتح ماي اللي هو عيد ديال العمال اللي هو عيد ديال الشغيله، وكما اننا كننتميو الاتحاد الوطني المغربي للشغل كنقول بان كنشكر هذا الحفل وهذا الحضور اللي حضر اليوم وبكثره وجمهور غفير مع تنظيم محكم. وكما كنوجه النداء ديالي لجميع الباترونا او جميع الناس اللي كيسيروا انهم يحترموا الحقوق النقابيه ويحترموا العمال ويحترموا جميع الاطر النقابيه من فئه المكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الكاتب الاقليمي ديال اعوان الشسعه بوزاره الجهاز والنقل واللوجستيك والماء، فئه اللي منسيه، تنظن انها منسيه وكتعاني في صمت رغم انها كتشتغل مع القطاع العام، فهي لا تتوفر على ادنى شروط العيش الكريم، لا تغطيه صحيه، لا تعويضات عائليه، لا عطل. المهم حتى السميك ما كنشدوش عباد الله، حتى السميك ما كنشدوش. ومن هذا المنبر كناش جميع اللي عندهم علاقه بهذا الشيء انهم يديروا لنا شي حل او لا غير شي التفاته ولو تكون بسيطه، وشكرا للجميع وتحيه نضاليه. كيف كنشوفوا اليوم عيد وطني اللي هو كنجلسوا كنرتاحوا فيه وكنعيشوه كلنا، عيد وطن، عيد للاسف حنا ما كنعيشوش عيد. العيد كيلبسوا فيه الناس لباس تقليدي وكيجلسوا كيرتاحوا وكيتمتعوا به مع العائله، للاسف حنا ما كنعيشوش عيد، ديما حنا باقيين كنعيشوه كنقاوموا كنناضلوا، باقي امورنا ما تحسنتش وما تقاداتش، باقي امورنا مخرمزه. علاش؟ المفروض ان هذا العيد نرتاحوا فيه، ما نخرجوش نجبدوا فيه مسيرات. ولا اله الا الله محمد رسول الله، يا ريت واحد النهار نفيقوا نلقاو فعلا عيد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.